مشاهدينا بنكمل فقراتنا مع الإعلامية الكاتبة الأستاذة الجامعية الدكتورة مروة عثمان لنحكي عن المرأة الناجحة ما بين العمل والعائلة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا منورة. Thank you كلك سو. الدكتورة الإعلامية مروة عثمان الكاتبة الأستاذة الجامعية الأم الزوجة صاحبة المبدأ والرأي اللي بتدافع عنهم بكل ما فيها من قوة وإيمان، خبرينا كيف قدرتي تنجحي وتبرزي وتتميزي بكل هالمجالات؟ أول شيء المقدمة بعتبرها كثير علي أصلاً، بالعكس أنا بساوي حالي بكل النساء، لا بل في نساء يعني بمجتمعنا عم يتعبوا بعد أكثر. هاي كمان حلوة صفة التواضع. تسلمك اللي بزوق، بس لأنه فعلاً في ناس نحن ما بنشوفهم بيكونوا دائماً بالكواليس، بيكون عندهم دور بعد أكبر، أكيد. بس يعني دائما في تنازل بمحل معين حتى تقدري أنت تحصلي على اللي تطمحي له. يعني بطبيعة الحال ما فيك تحصلي على كل شيء بدك إياه، ولكن أنت دائما تطمحي للأفضل، كان أفضل بالكارير تاعتك بمهنتك ولا بعلاقتك بالزوجية أو بعلاقتك مع أطفالك كأم، يعني العلاقة المتبادلة، لأنه أنت بالنهاية يعني هن أولادك بس أنت المثل الأعلى لهم، كمان بدك تنتبهي كثير، هذا ستريس كمان لحاله بالإضافة لل المناسبات الاجتماعيه والروابط العائليه وهيك، فاكيد هذا شيء ستريسفول. بقول لك انا الكورونا نفعتني مش كثير ضرتني. انه قعدت بالبيت انه اونلاين فصلنا كومبليتلي، اذا بدك السوشيال لايف الحياه الاجتماعيه فصلت شوي، هذا شيء كان شوي بيريح نوعا ما، كان ياخذ من وقتك قبل، لانه مضطره انت كمان تلتزمي بال يعني بالامور اللي لها علاقه بالاسره، بالعائله، بالوجبات اتسترا، فهيدي كمان بتاخذ وقت وبتاخذ تحضير، فهذا شوي ريحنا الموضوع. بس بالعاده دائما في سكادجول، يعني دائما بينعمل سكادجول، جدول بينمشى عليه، في كثير امور انت بتحبي تعمليها، خصوصياتك بدك تتخلي عنها لتقدري تعملي بالانس بالموضوع، شويه توازن. بس اهم شيء بالنسبه لي دائما دائما يعني وقت اوعى الصبح هي المنتل ستابيليتي تاعتي، المنتل هيلث تاعتي، لانه كل الستريس اللي بنقطع فيه خصوصا بلد مثل لبنان فيه كثير امور مرهقه للبني ادم الطبيعي، كيف للحدا اللي عنده كثير مسؤوليات، فاذا فقنا الصبح مش مرتاحين ما حيزبط كل النهار. فاكيد الجدول اللي بتساعد، اكيد انه الواحد يكون حاطط بطموحه انه اذا كان في بلوك، اذا كان في حياه نحط قدام المسيره تاعيته، بعد يفتش على طريق ثاني، اوريدي البلد كلها جوار، اتس فاين اذا تعبت شوي، ما حد يعني مش نهايه الدنيا. فدايما دايما في بلوكات، ولا مره كان اللاين اللي حطيته لنفسي خلال حياتي لحد هلا جالس، دايما كان في عقبات، هذا مع كل الناس، ولكن كيف طريقه التخطي؟ طبيعه الحال اول ما بلشت بحياتي كانت الجامعيه والمهنيه غير هلا كومبليتلي، يعني قبل كانت العقبات كثير تاثر علي، بس هلا صارت هي جزء من الطبيعه، بالعكس ما في عقبات ما في ادفنتشر. فبالنهايه الجدول، النظام، انك تعرفي المهم دايما، وبالنسبه لي لو شو ما كان ترتيب الاولويات، لو شو ما كان الاولويه دايما هي عائلتي، بناتي هني اول شيء دايما، على حساب شو ما كان، على الرغم من انه عندي انا بالعاده بالسنوات الطبيعيه الفري اوف كوفيد بيكون في عندي تقريبا 7 لـ 8 سفرات إلى علاقه اكاديميه او بالمهنه. نعم، يعني كمان فدك من هالناحيه. خفف شوي هيك، حط ستوب على السرعه يعني الفائق اللي كانت ماشي فيها الامور، حط شوي ستوب، خلاني يعني ابا زياده، يعني كل هالفوائد اللي عم بتقوليها هي منعكسه على عائلتك. طب هل هي منعكسه سلبا على شغلك او كمان انه بتعتبريها ليش بنطبع بحياتنا المهنيه؟ بنطبع لانه شيء هيدا عم بيقطع على الكل، بس بقول لك بطبيعه الحال الاونلاين ديستانس ليرنينج ببلد مثل لبنان، يعني نحن دراسه يعني التعليم، حتى ما فينا نقول نحن مش عم نزيدهم معرفه، نحن عم ندرسهم، صرنا بس خلص درس، ما عم نعمل نوليدج ترانسفير، ما عم بيصير في تبادل بالمعرفه بيننا وبين التلاميذ. هذا شيء كان سلبي ما كان ايجابي، يعني انا ضد موضوع الاي ليرنينج ببلد مثل لبنان مش محضر اوريدي، لانه نص الوقت اللي بنقضيه نحن مع التلاميذ بنقضيه كيف نعلمهم يعملوا قصص اونلاين ليقدروا يكفل مينيموم يكفل الاساينمنت تاعه التلميذ، وهي مش مشكلته، يعني هو جاي رايح على الجامعه اساسا بعده ما بيعرف شيء، خاصه اذا عم نحكي عن سنه اولى، فهذا الامر بيعمل كثير ستريس. يعني كان بالنسبه لي دوري انا كاستاذه جامعيه روح على الصف اعطي صفي خلاص بوين فينال، خلص الموضوع، بشوفكم الاسبوع الجاي. هلا لا، اتس ان اون جوينج نون اندينج ايشو، يعني هذا شيء ما بيخلص، بضل ماشي كل الوقت، اوقات 7 المساء اوقات 12 بالليل ايميل. يعني بس هالشيء ما انعكس كمان ايجابا، بما انه عم نحكي عن فوائد لعائلتك، انك انت موجوده بالبيت معهم عم بيشوفوا، مطمنين بحضورك او
مش كثير لانه اطفال مش واعيين يعني بياثروا عليك على ادائك بشغلك. الاسبوع الماضي انا عامله كنت للسكرين تعيتي برزنتيشن تلاميذ عم يشوفوا البرزنتيشن يعني كانوا تلاميذ مفروض مش يعني انا بيشوفوني وبيشوفوا البرزنتيشن انا بس بشوف البرزنتيشن تعيتي ما بشوف حالي فبصيروا يضحكوا التلاميذ انا ما فهماني ليه فانا بحكي بقول لهم شوفي بقول طلعي وراكي انا حاطه الهيدفونز بنتي عم ترقص عم تعمل اشكال وراي فلا ات واز نيجاتيف افكت اون مي لانهم كثير صغار يعني عم بحكي عن سنتين يعني حتى ما فيني اطلب منها انها تقعد جوا لانه مجرد ما قال لها بليز خليكي جوا بصير بدها تبقى فهيدا بيعمل كثير ستريس اوقات بتعطي صف معي يعني بتكون قاعده او على حضني او حدي على الكرسي بعطيها قلم انه بليز هذا كثير بيصير في تقطيش هذا كمان شيء يعني بيقطع حبل افكار تلاميذ وحبل افكار لي لا افضل نرجع على الصف بس طبعا بالحاله الطبيعيه الوضع ما بيسمح ف we have to adapt بدنا نحاول انه خاصه نتعاطى. يعني تفاعلك بالصف بيعطي روح معين يعني صبت. انا كنت تلميذتك وبعرف بتذكر انه انا ما بهدى ودائما بتحرك ودائما فلا حاسه حالي مربطه يعني I'm not giving 110% مش مثل ما أنا بالعادة ما عم بعطي 110% مثل ما بالعادة بعطي هلا عم بعطي زيادة خاصة بعد الصف وهذا شيء ستريسفول بالنسبة لي لأنه عندي شغل تاني وعندي عائلتي وعندي مسؤولية البيت أنا ما عندي حدا بيساعدني بقلب البيت حتى يعني عندي هذا موضوع كتير خصوصي بالنسبة لي ما بحب إنه يكون في حدا طرف مين ما كان هذا الطرف إنه يكون عم يحمل مسؤولية عني أنا بطل نام ف في هذه المسؤوليات كمان في موضوع الاونلاين تيتشينجز الاساينمنتس يعني التلاميذ وما بيلتزموا بالديدلاين بيصير بيبعث لك الشغل بعده باسبوع انت مضطره تحطي علامه هذا كله مش موجود بالفيس تو فيس ليرنينج بقلب الكامبس بالجامعه فلا كان مرهق هذا الموضوع بس بالنسبه للعمل بالتلفزيون والكتاب بصراحه ما تغير شيء بالعكس عادي يعني كل شيء مكفى روتين عادي بس مساله الستريس من انه إن انا بدي اوكي بدي ساعد التلاميذ بدي يكون حدهم بس ذات الوقت تو ماتش بدي بريك بدي احاول ان اتنفس بنوعا ما من حيلا مكان بقدر اتنفس فيه وبالعاده هيدا اللي بتصير يعني at the end of the week بالويكند طبيعي يعني نعتبر هيدي التحديات لازم تكون مرات بيروت بتواجهك كامراه بالمجتمع وخاصة محجبة بمجالك هلأ أكيد ما بقى الحجاب مثل زمان أنه عائق بالنسبة للمرأة بس أنا عم بسألك هالسؤال لأنه حضرتك بشكل خاص تعرضت لموقف معين بأحد المطارات فأدي كان عائق بالنسبة لإلك الحجاب بهيك مكان هو ما كان عائق لإلي قد ما كان عائق للكوميونيكيشن للتواصل بيننا أنه ما قادر يشوف أبعد من أنه أنا مغطية شعري بس هيدا هو الشيء الوحيد مغطى شعري ليش خايفان انت انه انا مغطى شعري اللي صار بمطار يوغندا كان كتير صدمة بالنسبة لي بغض النظر اللي انا قطعت فيه بلبنان يعني انا من 2006 امراه محجبه قطعت بكثير امور لها علاقه بالمهنيه لها علاقه بالعمل لها علاقه ب يعني حتى فرص ضاعت مني بس بسبب الحجاب وهذا بعتبرها انا نقطه اضافيه لي مش ابدا مش ما بتنتقص بالعكس هي اللي وصلتني لهون ولكن بيوغندا كان الموضوع بمدينه انتبه بالتحديد كان فعلا صدمه لانه كان في الاف البشر حوالينا يعني كان في اربع سيارات نازلين سوا كنا فعلا بحدود 800 شخص محبوسين كلنا بذات المكان بالمطار ورافضين رفض قطعي انه انا ما اشلح الحجاب ليصوروني واللي قدامي رجل مش امراه يعني حتى طلبت اخر شيء انه اوكي انا بشيل بحمل شمسيه حتى ما حدا يشوفني وراي بس خلي الصبيه اللي قدام تكون بنت بس هذا اللي طلبته يعني وصلت الامور لهون بيناتنا والصدمه الكبرى كانت لما انا بقيت 3 ساعات قاعده رافضه قلني انه اوكي ما بقى بدي فوت رجعوا لي شنطه بدي ارجع على بيروت ما بدهم يخلوني فوت جيب الشنطه حتى عرفتي فهون كمان حسيت حالي انا محبوسه خلص لحد ما اخر شيء انا استجمعت قوتي لانه كنت اول شيء كان عندي عصبت كان عندي نوبه عصبيه من بعد منها نوبه بكي صرت ابكي لانه حسيت حالي انه انا ما في حدا معي ما في حدا حتى عم يدافع عني كل الناس اللي واقفه ما حدا حتى كلف نفسه يجي يقول لي ما ظهرت المراه اللي بداخلك صحيح من بعد ما انا انتبهت لما فتت بدي احكي مع المانجر انتبهت انه هي عم تاخذ اساسا رشوات من الناس وانا كان في $10 اخلص من الموضوع انت تشبست زياده برايي وانه لا يعني هي عملت هيك بس انه كان على اساس بدها رشوه انه هيك القصه اوكي لا بقيت 3 ساعات ببقى بعد 3 ساعات ما عندي مشكل هون وقتها ظهرت السيده الصينيه
اللي عن جد يعني حتى اسمها ما قدرت اخده بسبب الفوضى اللي صارت، ولكن هي كانت المنقذة الفعلية. طلعت الشمسية قالت انا بوقف وراكي، هذا this is the umbrella، خلص حملها هذا الشمسية وانا بوقف وراكي وبنتبه انه ما في شيء عم ببين. وطلبت بطريقة كتير كتير رايقة من الصبية اللي موجودة على البوث الثاني، حتى ما حكيت مع المانجر لانه كانت مصرة المانجر انه ما بدها تبدلهم بالبوث. طلبت منها انه بليز لكن الناس ورانا بس قعدي 20 ثانية صوريها ومش الحال. انا بس صار هيك لما حملت لي الشمسيه لك صراحه انا بس فكيت الدبوس ما شلته حتى عن راسي. يو وانا تيك ذس بيكتشر، هيك اهلا وسهلا، حابه تاخديها هيك اهلا وسهلا، ما بدك خليني ارجع على بلدي. هالشيء بخلينا نشوف انه مهما تعرضنا لصعوبات دائما الله بيبعث لنا اشخاص يكونوا معنا، يعني دائما في قدام الشر في خير، في نواحي خير دائما دائما. واللي لقيته بعدين من الدوله لما اعتذروا لانه كانت دعوه لمؤتمر من قبل الدوله، لقيتهم ناطريني برا، لقيتهم كثير اهتموا فيي، حاولوا قدر المستطاع انه يفرجوني انه مش كنا احنا مش هيك، مش كلنا هيك، وانا عارفين هذا الموضوع ولا قدرت يعني حتى يعني النكست ستيب اللي عملوها كيف تعاملوا معنا خلال المحاضرات خلال حتى التنقل. عن جد يعني فرجوا وجه كثير حلو رجع، لانه على الوصله شفت وجه مش حلو من اوغندا، بس بعدين لقيت انه هي بلد وشعب رائع جدا جدا. بس ثائبت صارت هيدي الحادثة وما كانت يعني دمغة إذا بدك، قد ما كانت خلص معبر تجربة عبرت منه. تعلم أو موقف مرق بحياتك تعلمتي منه، شو اللي تعلمتي منه هالموقف؟ ببساطة تعلمت أنه قد ما كان الشخص المقابلي مصر أنه هو رأيه صح بدون ما يعطيني حتى مجال أني أنا عبر عن رأيي، كل ما أنا تشبست برأيي أكثر وخليت ضليت بموقفي، ما لنت ضليت بموقفي، حاول فسر قدر المستطاع انه انا ضلني بموقفي. بس اللي تعلمته بوقتها انه العصبيه ما راح توديني على محل، لانه لما عصبت دغري يعني حاولت انا احكي معهم اول مره ثاني مره بعد ما مر 10 دقائق وهن مصرين دغري عصبت. فالصبيه اللي هي اجت وحلت الموضوع بكلمتين وكانت هي عم توطي صوتها لتجبرهم يقربوا يسمعوها شو عم تحكي، هذا كان شيء عن جد تجربه علمتني كثير بحياتي. عم نحكي تقريبا كانت هيدي بال 2014. قد التمسك بالمبادئ دكتورة بيكون مادة للنجاح والتقدم أكثر؟ هو بالبداية أنت لما تتمسكي بالأمور اللي أنت بتأمني فيها هي رح تكون بيزز لشخصيتك للكاركتير تاعك. وين من حطيتي، يمكن أنت بمجتمع عم تتحدثي، يمكن أنت بصف عم تعطي محاضرة، يمكن أنت عم تقدمي برنامجك، وين ما رحتي هي تسقلك شخصيتك وبتعمل لك اياها مقولبه مثل ما لازم تكون، وانت من هونيك بس تلاقي شوائب بتحاولي انك تصلحيهم شوي. بس المبادئ الاساسيه هي اللي بتعملك انت. نعم. يعني هي يعني انا شو اللي بيعملني مروه مثلا غير انه ايماني بامور انا بدي اياها تصير، لو شو مثلا لو ما صارت خلال حياتي انا. نعم. يمكن انا بقفنا من هيدا الحياه وكون بعد ما صار القصص اللي انا بدي اياها، بس على القليله بكون انا عم بشتغل لو بدي احرك بلوك وحده تجاه هذا المسار. شيء كثير مهم وشيء اساس لكل حياتك لقدام، اساس كيف تختاري شريك حياتك، اساس كيف تختاري اصدقائك. نعم. اساس كيف تربي اولادك، خاصه بمجتمع مثل لبنان بعده مجتمع ذكوري، وانا عندي بنات وبدي اياهم يكونوا حرين من كافه الجهات. نعم. بس حرين قبل كل هيدا، قبل ما يوصلوا للحريه يكونوا عارفين كيف ياخذوا قرار، والقرار بدون مبادئ ما بيمشي الحال. نعم. يعني لازم يكون انا عندي فاونديشن اساس معين لاقدر بعدين ابني عليه قرار، فكر حلل ابني القرار تاعي اتخذه وكون حره. نعم. بشكل من الواضح انه بعائلتك الصغيره او مجتمعك الصغير انه ما في هيدي الذكوره، لانه والا ما كنت هالقد ناجحه. فشو كان دور الرجل بحياتك بدعمك بتحفيزك اللي هو زوجك وممكن بيك؟ هو بدي لك زوجي هو حجر اساس بكل شيء انت شايفتي فيه هلا، ولكن اللي وصلني لعنده قبل هو بابا. يعني بابا كان يعني انا كانت الصرامه بالبيت عندنا اكثر كانت تجي من ماما اكثر، لانه بابا كل الوقت مسافر، فبده يحاول يعوض الحنيه اللي عنده مش موجوده عند حدا. كثير حنون، كثير شخص مؤمن بالشخص اللي قدامه. يعني بكل مراحل حياتي لما كان يكون في نقطه لصناعه قرار كان دائما ما يقول لي اعملي هيك، كان دائما يقعد يقول لي انت شو بتتوقعي يصير اذا عملتي هيك. طيب اذا اخترتي هذا الشخص شو بتتوقعي رح تكون حياتك معه فور اكزامبل. يعني كان دائما وضع الخيارات انت بس من بعد ما تحللي شو رح يطلع معك. نعم. وانا شو ما اخترتي انا معك، هذا كان اهم
حجر اساس بالنسبه لي لحتى ابني شخصيتي لانا، لانه لحتى اطلع في، يعني انا كنت شخص كثير بيستحي ما بيعلي راسه عن الارض، فكان هذا الشيء كثير اساسي لحتى انا اتطور بشخصيتي حدا. فبابا كان بالفعل الاساس، الله يطول بعمره يطول بعمر المحبين كلهم. بعدين زوجي من بعد تجربه كانت فاشله قطعت قبل زوجي، تعرفت على زوجي وكان كل شيء عكس كل التجارب قبل، فكان بالنسبة لي intriguing، يعني كان شيء فيه غموض بس حلو، كنت حابة أتعرف عليه زيادة، شوف شو رح يصير إذا نحن قدرنا نعمل كينونة وحدة ويونت وحدة ونمشي سوا بهذا الطريق. هو كان motivation مش طبيعية، تحفيز عملي وعاطفي بشكل اوقات يعني زياده عن اللزوم. اوقات انه بكلمه انه ينبسط بنجاحك يشجعك، بكفي اوقات انت تكوني حاسه بستريس وتيجي ايد هيك خفيفه تعمل لك على كتفك انه بريث تنفسي، نحن حدك. هاي لحالها تعطيك كل الانرجي اللي بدك اياها، لانه انت عم تنزتي بالعالم لحالك. اوكي انت عندك عائلتك كان صغيره ولا الكبيره، بس انت بكل المواقف عم تتعرضي عم تكوني لحالك، فبس ترجعي وكل هيدي المشاعر جواتك وكل هيدي الانرجي ان كانت نيجاتيف او بوزيتيف، اذا ما طلعت بشكل صح او اذا ما في حدا يساعدك تطلعيها، بتاخذ جوا وممكن توصل لحالات اكتئاب، ممكن توصل لحالات انك تنزوي، ممكن توصل لحالات ان انت تعصبي كل الوقت، فانت بحاجه لحدا يساعدك. بطبيعة الحال أنا كمان بدي يكون يد مساعدة بالنسبة أكيد. لشخص مثله كمان مهنة عيته مش سهلة أبدا، فيها ستريس كل الوقت، هو طبيب بجراحة العين. فكل الوقت فيها ستريس، وخاصة هلأ بالكوفيد، يعني طبيب الأسنان وطبيب العيون هن أكتر ناس معرضين لانتقال العدوى، فكمان هيدا ستريس بحد ذاته لإله. فتعلمت كثير منه، خاصة موضوع الدعم، الدعم النفسي حتى أكتر من الدعم الفعلي والمعنوي على الأرض، إن كان بالبيت ولا برا. أنا أوريدي كنترول فريك، يعني أنا كل وقت بدي أنا أكون عامل كنترول على البيت، فلا بدي بالدعم العاطفي والمعنوي يكون هو حدي. بالفعل هذا اللي صار، وكان يعني من أهم العناصر اللي أدت أني أنا حامل بالطفلة الثالثة أقدر أخلص البي اتش دي تعيتي، لأنه هو واقف حدي، هو دعمني، هو يشوف أوقات تقصير بمحلاتي اللي ما تطلع فيهم، ما نون تقصير، هدول أنت عم تدفعي ثمن لأن حتى قدام تقدر تكوني مرتاحة. فتصور لو رجل آخر المينيموم ما كنا كفينا، مينيموم. الله يخليكم لبعض، منوجه له تحية كتير كبيرة ومنهنيكم على بعض. تسلم. بالنسبة لمبادئك الإعلامية المهنية، شو أكتر مبدأ بتتمسكي فيه ومستحيل تتخلي عنه؟ شوفي أنا بعالم الإعلام بالفيلد السياسي، بمنحة السياسة، شو ما كان متغيرات إن كان إقليمية أو دولية، بالنسبة لإلي البوصلة دايما 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 شو ما كان فلسطين، فلسطين والقدس. بالنسبة لي هدول بوصلتي شو ما كانت الموضوع المهني اللي أنا عم أشتغل فيه، بما أنه أنا مهنتي بتحتم علي شغل بالسياسة كل الوقت. أوقات بناخد انحيازات معينة بالأمور الإقليمية اللي عم بتصير، ولكن أنا دايما برجع الموضوع، هل هذا بيفيد القضية الفلسطينية ولا لا؟ هل هذا بيحرر الشعب اللي هو أنا بعتبر حالي جزء منه ولا لا؟ هيدي وصلت الأساسية، يعني مبدأ دايما الوقوف مع الشعوب أصحاب الأرض، كان بفلسطين ولا بفنزويلا ولا بكوبا ولا بمكسيكو ولا بتشاينا، هاي قضية وين ما كان، يعني حتى هلأ اللي عم بيصير مثلا بأرمينيا، حقهم الطبيعي هدول الجماعة يدافعوا عن أرضهم. أنا مع أصحاب الأرض، مع النيتيفز، مع الناس الأصليين سكان هذه المنطقة، دفاع مستميت، هذا مبدأ ما بيتغير عندي وين ما كان بأي بقعة بالأرض، شو ما كانت انتمائهم الدينية السياسية المذهبية العقائدية أصحاب. هل هالمبدأ تعلمتيه أو خلق فيك؟ هذا المبدأ هلأ أنا تعلمته من ماما، اللي هو قلت لك الشخص الصارم اللي عنا بحياتنا، كان أنه دايما حتى لو أمور هي ضد اللي بتتمنى بس مع الحق، تعلمت منها. بس اللي علمني إياه زيادة الحروب اللي قطعت علينا، لأنه قبل أنا كنت عايشة برات البلد، لما صار في حرب بال2006 كنت أول مرة بحياتي بسمع ضربة رصاصة. فكان الرعب اللي نحن عشناه بهذيك الفترة، وأنا كان عمري بعد 18 سنة، يعني بعدني بدي أكون شخصيتي، خلاني أقول أنه أنا بحيالة لحظة ممكن أخسر حياتي، كان بحرب أو بحادث عادي، ما رح فرط بحقي ولا بحق حدا. كان هذا قاطع كتير مهم بحياتي، تجربة كتير أساسية لحتى تعمل مروة.
نعم. وهي هذه التجربة اللي فوتتني على عالم السياسة، يعني اللي خلتني أني أحب أكثر أني فوت بمهنتي بعالم السياسة، لأنه حسيت أنه شئنا أم أبينا عالم السياسة وعالم الاقتصاد فايتين بكل حياتنا، وهن بيحددوا لنا مسار مستقبلنا. شو اللي ضافته السياسة لشخصيتك قبل ما يخلص الوقت؟ ضافته إذا بدك القدرة على الهجوم بالوقت المناسب. تعلمت هذا الموضوع شوي، هو موضوع ماكيافيلي شوي زيادة، بس أيمتى أختار الوقت الصح للهجوم، لانه ما لازم ابقى دائما بخط الدفاع. وطلقت الفريسه بالعاده؟ نعم الحمد لله لحد هلا، لنشوف شو حيصير لقدام. طبعا يمكن ما يكون زمن لصالحي، ولكن شو هي عده صيدك؟ اول شيء الابتسامه، يعني هذا عم نشتغل عليها وان شاء الله الخبيثة. يعني بنحاول اللطيفه اول شيء، بعدين بنحولها للي، يعني دائما ابتسامتك يعني هي تعبير وجهك، البادي لانجوج تاعتك بتحتم للشخص اللي مقابلك انت شو راح تقدمي له، شو راح يكون ردة فعلك، شو بدك تحكي. الابتسامه الرايقه حتى لو مع ألد الاعداء بتعطيني نفس، نعم، لحتى اجمع اللي بدي اجمعه وبلش بالهجمه اللي لازم اعملها. ولكن غير الابتسامه هي ريسيرش، ان انا دائما اكون محضره ومن كل الاماكن كامش المعلومه بطريقه تخليني انه اكون واثقه انا وعم بحكي، مش كون رايحه على ديبيت، على مناظره او على لقاء تلفزيوني او حتى على ندوه طبيعيه وانا مش كامش المعلومه من كل زواياها، لانه ممكن يطلع لك حدا ثغره هيك معينه دارس احسن منك بالضبط. هذا شيء عند حيالة متحدث سبيكر، هذه نقطه ضعف. فريسيرش هي كمان نمبر 1 من بعد الابتسامه. احلى ابتسامه اليوم كانت معنا مع الدكتوره مروى، الله يديمها، وان شاء الله دائما عدتك بتضل تنشحك وتوصلك لكل شيء بدك اياه. شكرا لك، انا انبسطت كثير، يعطيك الف عافيه. انت كنت دائما من المميزات، وانا ما عندي شك انه رح تضلك بالتميز لقدام ان شاء الله. شكرا كثير لك، وانا بدي اتمنى لك التوفيق بكل شيء. ثانك يو. اهلا وسهلا مشاهدينا، لحظات قليله ومنتبع سوا.